بعد الإعلان رسميا عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، معلنا أنه بحسب المادة 131 من الدستور يتولى نائب الرئيس محمد مخبر مهام الرئاسة وإدارة السلطة التنفيذية مؤقتا، ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما. فيما دعا المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران النائب الأول ورئيس السلطة القضائية والبرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد يتولى مهام الرئاسة لمدة 4 سنوات قادمة. وتقدمت تونس قيادة وشعبا بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيراني الشقيق إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإيرانية ومرافقيه في حادث سقوط الطائرة أمس، وأعربت عن تضامنها الكامل مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. وفي ردود الفعل الدولية عقب الإعلان الرسمي عن وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، أعلن حزب الله اللبناني أن رئيسي كان سندا وأخا أكبر للحزب ومساندا لقضاياه الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأعرب المجلس الأوروبي عن تعزيه الخالص للشعب الإيراني وفق بلاغ صدر منذ قليل، فيما قال الكرملين الروسي إن موسكو فقدت صديقين صادقين بوفاة رئيسي ووزير خارجيته. العراق بدورها أكدت أنها ستقف بجانب الشعب الإيراني خلال هذه الظروف وبعد الحادث المأساوي. أما الرئيس الإماراتي فقد أكد من جهته تضامن بلاده الكامل مع طهران في هذه الظروف الصعبة. كما عز رئيس الوزراء الباكستاني الشعب الإيراني واصفا وفاة رئيسي بالخسارة الفادحة. إلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت وزعيم حركة حماس يحيى السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر الماضي وحرب غزة. وأضاف خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت تشمل التسبب في الإبادة الجماعية وفي المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب. وفي أول رد فعل لها اعتبرت حركة حماس دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة بين الضحية والجلاد وتشجيعا للاحتلال للاستمرار في عدوانه الغاشم على قطاع غزة. ميدانيا، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف جنوب القطاع مما أدى إلى استشهاد العشرات. وأكدت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ل8 مجازر في المنطقة راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة الأخيرة. يأتي ذلك فيما دفع تصعيد العدوان الصهيوني على رفح حوالي 800,000 فلسطيني على الفرار منذ 6 من الشهر الحالي وفقا للأمم المتحدة. إلى الشأن الوطني الآن، فقد انطلقت اليوم عملية تحيين السجل الانتخابي بمختلف مقرات الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الداخل والخارج. عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي والتفاصيل. تنطلق عملية تحيين السجل الانتخابي بالداخل وبالخارج بمقرات الهيئات الفرعية أو عن بعد عبر الموقع www.twensa.easy.an، ويمكن للناخبين التونسيين التثبت من مراكز الاقتراع عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف دياز أو عن طريق مركز النداء 1814 للتثبت من التسجيل متاعهم في انتظار تطبيقة الهاتف الجوال، وهي خدمة رقمية هذه حاجة جديدة إن شاء الله تبدأ في الأيام القادمة تتضعها الهيئة على ذمة الناخبين التونسيين للتسجيل للتحيين. كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاقتراع تتضع الهيئة على ذمة الناخبين التونسيين، خريطة مقرات الاقتراع، وهذه الخدمة لتقريب الناخبين من مراكز الاقتراع حسب عنوانهم الفعلي. هذا ونشرت هيئة الانتخابات على موقعها الرسمي وصفحتها بموقع فيسبوك جدولا يضم قائمة البلدان التي تستقر بها الجاليات التونسية ومقرات البعثات الدبلوماسية المعنية التي يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج التوجه إليها
لإتمام عمليات تحيين السجل الانتخابي. تنطلق اليوم الاثنين مرحلة العد القبلي ثاني مراحل التعداد العام للسكان والسكنة لعام 2024. المدير الفني للتعداد عبد القادر الطلحاوي يتحدث عن أبرز مراحل التعداد العام للسكان والسكنة. التعداد العام للسكان والسكنة ينقسم أساسا إلى 5 مراحل، المرحلة التمهيدية ومرحلة العد القبلي، تليها مرحلة العد الفعلي اللي بيكون بين شهري نوفمبر وديسمبر 2024، بعد عنا مرحلة العد البعدي اللي يتم فيه تأكد من مدى دقة وسلامة البيانات المجمعة في شهري نوفمبر ديسمبر، بعد ما نتأكدوا من سلامة الإجراءات الكل والبيانات اللي تم تجميعها، يتم معالجة ونشر البيانات اللي بيكون المرة هذه إن شاء الله في فترة قصيرة ما تفوتش 4-5 شهور مقارنة بالمنهجية السابقة اللي توصل لعامين و3 سنين باش نوصل نتحصلوا على نتائج دقيقة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى. في المرحلة الأولى باش يتم الاستعانة ب 950 ناظر موزعين على كامل تراب الجمهورية، يتواصل عملهم من شهر ماي إلى غاية نهاية شهر ديسمبر، لكن في الفترة العد الفعلي باش نستحقوا أكثر من هذا عدد كبير، يمكن في حدود 6300 نعاون باحث ميداني التعاقد معه لمدة شهرين متاع العد الفعلي بين نوفمبر وديسمبر 24. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبحوث السريرية، انتظمت اليوم بمقر كلية الطب بتونس ندوة علمية بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء في هذا المجال. وأفاد وزير الصحة علي المرابط بأن هذه الندوة تعتبر فرصة لتقييم وضع قطاع البحوث السريرية في تونس الذي يعد من بين القطاعات الرئيسية في المجال الطبي باعتباره يمكن من التفاعل مع المرضى وإيجاد حلول للتكفل بهم ولعلاجهم. كما تعرفوا البحوث السريرية اللي تمكننا من التفاعل مع المرض وإيجاد حلول للتكفل بالمرضى وكذلك للوقاية من بعض الأمراض الأخرى. كانت إرادة من وزارة الصحة للاحتفال بهذا اليوم لتقييم الوضع الحالي للبحث السريري بالخصوص وما نتجه إليه في البحوث السريرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة اللي اعتمدناها منذ مارس 2022. تجرى بداية من اليوم وحتى 25 من الشهر الحالي الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية في امتحان البكالوريا في جميع الشعب ولكل المترشحين بالمؤسسات العمومية. وتشرع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بداية من اليوم في تقديم دروس دعم يومية مجانية تحت عنوان أهلا بكالوريا، وذلك إلى غاية موفى الشهر الحالي ب 34 مؤسسة تربوية بمختلف ولايات الجمهورية. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح. دروس التدارك المجانية في كافة معاهد تابعة للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، وهذه المبادرة في الحقيقة عوضت البكالوريا التي تعودنا أن ننظموها سابقا، فارتأينا أن يكون الاتصال مباشر بين الأستاذ والتلميذ. اتفقنا وأعطينا التعليمات لمعاهدنا أن كل المعاهد تنظم دروس مجانية من اليوم الانطلاق إلى آخر شهر ماي. طبعا الجدول يتعلق بالمواد والتاريخ والأوقات، كل معهد هو مسؤول على هذا، ويفتح بابه كذلك حتى للتلاميذ الذين لا ينتمون للمعهد للمشاركة في هذه الحصص في هذه الدروس الخصوصية المجانية. بهذه المناسبة نحب نشكر الأساتذة اللي تطوعوا للقيام بهذا العمل. المدارس اللي مش يكون فيها الدروس الخصوصية المجانية عددها 34، يعني في كافة أنحاء الجمهورية. تنظم الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين وإعادة التأمين اليوم وغدا الدورة 17 للقاء قرطاج للتأمين وإعادة التأمين بحضور 500 مشارك وعدد هام من الخبراء. اللقاء يهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي قصد تحسين الخدمات الموجهة للحرفاء والمتدخلين في المجال، إضافة إلى تحسين التصرف في المخاطر في مجال التأمين لتطوير خدمة التعويض ومقاومة الغش. رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة والتفاصيل.
توا في العالم الكل الذكاء الاصطناعي قاعد يستعمل طريقة تتطور بها القطاعات الكل. دونك احنا بما أننا منفتحين على جميع الاختصاصات، على جميع المقترحات، على جميع الأفكار، قلنا علاش لا نحكيو مع المختصين من رجال التأمين وإلا من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، كيفاش ينجم قطاع التأمين يستفيد من هالتقنية الجديدة هذه ولا النوفيل تكنولوجي. لقينا الحقيقة برشا دي بيست نجم يكونوا مثمرين، خاصة تحسين الخدمات نتاع الحليف. الحليف كي تخدم له بطريقة علمية بطريقة تكنولوجية حديثة تولي توفر له وتحسن له من الخدمات نتاعه، ما عادش مرهون مجهود بشري ينجم يغلط وينجم يصيب. دونك تولي بالذكاء الاصطناعي حسب اللي أكدوه الخبراء ينجم يكون أهمية قصوى. تو عملنا أكاتون مسابقة للمتخرجين الجدد في مجال الإعلامية، طلبنا منهم باش يعملوا لنا شات جي بي تي أسيورانس. المزايا هي تبسيط المعلومة، توصيل المعلومة، مقاومة الغش، تحسين الخدمات للمواطن، تسريع الخدمات للمواطن، شخصنة الخدمة التأمينية. حذرت الإدارة العامة للأداءات من تعمدي أشخاص انتحال صفة أعوان الجباية والاتصال بأفراد وشركات لابتزازهم بطلب مبالغ مالية لفائدة وزارة المالية أو بغرض ادعاء مساعدتهم على حل الإشكاليات مع مصالح الجباية. هذا واستنكرت الإدارة العامة للأداءات في بيان مثل هذه الممارسات وما تمثله من خرق للقانون وتشويه لسمعة أعوان الجباية، ودعت إلى ضرورة التصدي لها والتبليغ عنها للمصالح الأمنية. متابعة للموضوع في تقرير لأحلام الجسمي. تشكيات تلقتها الإدارة العامة للأداءات حذرت تبعا لها من عمليات تحيل يتعمد خلالها أشخاص انتحال صفة أعوان جباية المتضرر منها أصحاب مؤسسات وشركات. الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص حذر من الوقوع في فخ هذا التحيل مبينا أسبابه والحل الأمثل لتلافيه. العباد هذوما هما مجموعة من المتحيلين تشتغل في الظرف هذايا، بما أنه فما عديد من المؤسسات مر بعديد الصعوبات وظروف خائبة مع مصلحة الجباية، ويجيوا يقولوا عندنا مثلا علاقات، وإلا ساعات يقولوا له راهو فما جمعية نجم تتبرع لها، وإلا راهو نحن نجم نعاونوك. لازم العباد ترد بالها راهو المراقبين عندهم بطاقة مهنية. بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وقت اللي تبدأ عنده إشكال مع القبضة وإلا المالية يتصل بالمصالح المختصة في الجباية ويلقى حل معهم هما، وما يقعدش يلوج على وسطاء وعبيد نجم تتدخل. وأكد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري ضرورة تجاوز الفراغ في العلاقة بين إدارة الجباية والمطالب بضريبة، موضحا أن تنظيم المهنة سيساهم في التصدي لعمليات التحيل. في عديد المرات السابقة فما بلاغات من هذا النوع، هذه فرصة مطالبين بالضريبة باش يردوا بالهم. أضعف الإيمان بطاقة المانية بتاعك، بطاقة التعريف تلقى فيها الصفة نتاعك. النقطة الثانية نحب نعرج عليها اللي فما فراغ في مستوى العلاقة بين إدارة الجباية والمطالب بالضريبة لم يقع ملؤه كما ينبغي، باعتبار أن مهنة المستشار الجبائي لم يقع تنظيمها إلى يومنا هذا. المهنة نتاعو تعود إلى 1960، كان ننظم المهنة نتاع المستشار الجبائي. عن العديد من حاملي شهادات العليا اليوم يريدون الالتحاق بهذه المهنة، ولكن الإشكال معناش هيئة غدوة يولي عندنا تكوين نتاع العوانة نتاعنا كالرابط بين إدارة الجباية المطالب بالضريبة هو أساسا المستشار الجبائي. وأنا نأكد لك في الحالة هذه نقص أكثر من الحالات هذه تاع التحيل على المطالبين بالضريبة. عدم الانخراط في متاهات الوساطة والبحث عن سبل غير قانونية لحل الإشكاليات مع مصالح الجباية من جهة المطالبين بالضريبة، فضلا عن مزيد تنظيم قطاع الجباية، يمكن من التصدي لأي تجاوزات وضمان حق الطرفين في كنف القانون. نهاية نشرة الظهر للأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم التذكير بالعناوين. بعد وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة مروحية، تعيين النائب الأول للرئيس محمد مخبر خلفا له، وخامنائي يعلن الحداد الوطني لخمسة أيام في إيران. المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يقدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت، وهنية والسنوار وحركة حماس تعتبرها مساواة بين الضحية والجلاد. والانطلاق في عملية تحيين السجل الانتخابي بمقرات الهيئات الفرعية وعن بعد. مع أجمل تحيات مكرم الهداجي في تقديم هذا الموعد الإخباري، أنيس الوريمي في الإخراج الإذاعي وزاهر بن حميدة في الإخراج الرقمي. دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله.